يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق الله العظيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في ذوق برنامج، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. بعد بسم الله والصلاة على رسول الله، بمناسبة قدوم الشهر الفضيل والكريم شهر رمضان، ذوقوا بنا تتمنى لكم صوم مبارك إن شاء الله، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير، اللهم بلغنا إياه لا فاقدين ولا مفقودين. خياتي تفضلوا معي الكوزينة، راح نحضروا وصفة بالكروم، هي وصفة فرنسية عجبتني البنات وقلت نشاركها معكم، هي وصفة فرنسية غوفيزيتي من ذوقوا بنا. البنات لهنا نحتاجوا في هذه الوصفة حبة تاع كروم متوسطة، رايحين نفيدوها كما راكم تشوفوا في الفيديو، سيو تستعملوا موس يكون قاطع البنات ونحولها كامل اللب تاعها. لهنا الحبة تاع الكروم كنا نحينا لها غير هذاك لو شابو. وهنا البنات بعد ما فيديناها هذه هي نحطوها على جهة، ورايحين نحضروا المقادير الأخرى. لهنا نحتاجوا الكفتة مقدار 300 غرام ولا، ونحطوا شوية فلفل كحل وشوية فلفل عكري ولا فلفل دريس والملح، زوج حبات بصل خضرين مرابيين، ونخلطوا كلش مع بعض مع مغرف نتاع الزيت. بعد ما خلطناهم مليح خياتي نضيفوا لهم لا شابلوغ. لهنا المقادير على حساب افراد العائله. هنا وجدنا لا فيوند هاشي تاعنا، خلطناها مليح مع هذيك المقادير، ورايحين نديروا دي بولات البنات. فوالا نشكلوا كويرات كيما راكم تشوفوا في الفيديو، ونحطوهم لداخل في هذيك الكروم اللي كنا فيديناه هكا. حطوا هذه حدا هذه حتى تعمروا هذيك لو بول نتاع الكروم، راه يبان كومان بول البنات. نفر نحطوا كامل هذوك لي بولات لداخل، ونروحوا نوجدوا لاصوص. هي لاصوص طوماط لهنا، هما استعملوا لا طوماط كونسونطري، انا ما ننصحكمش بها، انا استعملت لا طوماط فريش. اشيتها في الاشواق خياتي، ضفت لها مغرف نتاع زيت كبيره. لهنا استعملت 3 حبات تاع طوماطيش، مغرف زيت كبيره، ورايحين نضيفوا لها شويه تاع البهارات. البهارات اللي رايحين نديروهم من هذا الطوماطيش، رايحين نستعملوا الثوم والزعتر والملح وبابريكا البنات ولا فلفل ادريس. لهنا اللي غطيت هذاك الكروم، نحطوا ملعقه صغيره تاع ثوم يابس على الطوماطيش، شويه فلفل كحل وشويه فلفل ادريس ولا فلفل عكري، وحطينا ايضا مقبل الزعتر. نخلطوا مليح هذيك لاصوص طوماط، نجيبوا امول وندهنوه كامل بلا مارغارين. نفرغوا كميه من هذيك لاصوص داخل في المول. هنا طوماطيش زدت لها شويه ماء البنات، ونحطوا الكروم تاعنا داخل، نحو هذاك لو شابو، ونفرغوا لاصوص على هذوك لي بولات. فوالا تفرغوا كامل لاصوص. لهنا البنات انا كنت جربت الوصفه هكا، بصح لو كان تضيفوا لها الفرماج راح تجي خير. اذا كان عندكم فرماج غابي ديروا لها فرماج غابي راح تجي ما شاء الله. لهنا نفرغوا لاصوص تاعنا حتى تدخل كامل داخل في هذاك الكروم، ونعاودوا نبلعوا الكرومبه تاعنا كما راكم تشوفوا البنات. وهنا بعد ما بلعت الكرومبه البنات، نحتاج بابي كويسون ورق الطهي، ونحتاج فان ورق الالومنيوم بابي دالومنيوم. راح نديروا لو بابي كويسون هو الاول البنات، نغطوا كامل هذا الحبه تاع الكروم، ومن بعد نزيدو بابيي دالومنيوم. ما تستعملوش الالومنيوم وحده البنات لانه مضر بالصحه، لازم ديروا بابيي كويسون من تحت. نغطوا كامل المول تاعنا كيما راكم تشوفوا، نغطوا كاع هذيك الحبه تاع الكروم، وندخلوها للفرن، ونخلوها تطيب على نار متوسطه لمده تقريبا 45 دقيقه هكا كلها، حتى طيب لنا مليح البنات. لهنا عندكم الخيار، تقدروا تنحوا لها الغطاء وتخلوها تتحمر، ولا تخلوها هكذا. ولا هنا الكروم تاعنا وجد البنات، نحيت له كما شفتوا الالومنيوم مع البابي كويسون، هذوك لي بولات طابوا ما شاء الله. تجي وصفه هايله وعجبتني بزاف، كنت نشاركها معكم ونقترحها كوصفه رمضان ان شاء الله. البنات لهنا الكروم كي شغل يطيب فاير، لهنا لربما الكروم راح يجيكم كثير البنات. راح نقترح لكم لي زايد لكم، ديروه ان غراتان، خلوه الغدوة من ذا كله، قطعوه وضيفوا له شويه تاع لا فيوند هاشي ولا، وضيفوا الفرماج وديروا ان غراتان. لهنا شوفوا كيفاش جات هذيك الكرومبه، جات ما شاء الله. لي بولات نحوهم فاسيلمون، يعني صحيه الكروم هكا صحي.
ما غليناه ما والو، كي نغلوه تروح له كامل الفوائد تاعو. بصح بهذه الطريقه عجبني، على هذاك شاركته معاكم، يجي الكروم صحي وبيجي طيب ما شاء الله البنات. وانا التقديم على طريقتي، تقدروا تقدموه كيما هكذا البنات، ولا تقدروا تقدموه بطريقه واحده اخرى، نقسموا من هذاك الكروم كشغل وريقات ونحطوا لي بولات لداخل فيهم ونوزعهم على كامل لاسيت. شوفوا كيفاش خرج هنا، خرج ما شاء الله. لان البنات راني نحي في هذوك لي بولات قبل، وراح نشوفوا الشكل النهائي تاعو في صحن التقديم. قدمت لكم هذه الوصفه خياتي على طريقتين، خليناها هكذاك تبانكم اون فلوغ معمره بهذوك لي بولات، وندوروها بلاصوص، ونقدروا نقدموها ايضا بهذا الشكل. هذا شكل ثاني مقترح من ذوق بنا، هذو تقديمين. هذه سيت اون غوسيت فرونسيز ريفيزيتي، قلت لكم نحيت لا طوماط كونسونطري وعوضتها بلا طوماط فريش، جات ما شاء الله. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم خياتي، نتمنى تعجبكم وانكم تجربوها. اهلا وسهلا بضيفنا الكريم، تنورنا وتشرفنا ان شاء الله، ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا والخير والبركه. مرحبا بك ايها شارل الفضيل.